هو شوف، كانت ما بين شوطي المباراة الأولى، مباراة اللي كانت ما بين أوغندا والكونغو، نتناول مع السيد الوالي والسلطات المحلية اللي كانت حاضرة، تناولوا العشاء وكانت أجواء جد رائعة، والجميع حب يقترب منه وياخد منه الصور، وكان جد كان جد شعبوي، وتكلم معنا وقال الحاجة اللي راهي عجبتني وتفاجأت بها، انه جبت حتى الهاتف تاعه وصور فيديوهات، انه ما كانش حاطه انه مباراه تكون ما بين منتخبين افريقيين والجمهور الجزائري يكون حاضر ويتفاعل مع الطرفين، خاصه بعدك في المباراه الثانيه اللي كانت ما بين الكوت ديفوار والسنغال، والجمهور العنابي ولا الرياضي ككل راهو تفاعل. الحمد لله المنصه الشرفيه لملعب 19 ماي، احنا صراحه اولاد عنابه اولاد الاسره الرياضيه ما تصورناش ولو في الحلم انه راح تولي المنصه الشرفيه لا في في اي بي، راح تولي في هذاك المستوى اللي ولات راهي اسمها لا مسمى، ولات الفي اي بي هي المنصه المغطاه اللي من تحت من فوق لا في في اي بي، وان كانت ارقى الوسائل الحديثه، وان وجبه العشاء تم تطيب تم، راهي عندهم القاعه الرئاسيه الشرفيه، عندهم القاعه الاخرى الشرفيه، عندهم الدخول تاعهم وحدهم، الاستقبال عدم الازعاج، راهي كانت صراحة في المستوى ولاد عنابة والسلطة تاع عنابة، هما تاني ما امنوش باللي ملعب عنابة ولا بالمواصفات هذه. في المطار ايضا استقبلوا ايضا السيد الوالي السلطات كاملة المحلية الولائية لولاية عنابة، الحمد لله انه اعضاء الكاف رغم ان كي كنت نسمع معكم في البلاطو ما عندناش احنا جزائريين في الهيئة التنفيذية في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، وما كانش اللي يضرب على الجزائر، بس الحمد لله البارح رغم الناس الكل راهي تهدر، واكبر دليل ايضا انه الصفحات الرسميه للاتحاديه السنغاليه لكره القدم ولا الايفواريه ولا الاوغنديه عبر صفحاتهم الرسميه كل اثناءه على الاستقبال الجد رائع منذ وصولهم للجزائر بصفه عامه ووصولهم الى ولايه عنابه. ممتاز مجد، بالامس كنا شاهدين على سابقه تاريخيه في تاريخ كاس امم افريقيا للمحليين، 35 الف متفرج لاول مره، جماهير تدخل لتشاهد مباراه لغير البلد المنظم، توقعاتكم لما تبقى من المباريات التي سيحتضنها ملعب عنابه، تتوقعوا وفود اكبر من العدد اللي ذكرته قبل قليل؟ ما لنا مش راح نفاجئكم وراح نعطيكم معلومه باللي البارح الجماهير بعد في الليل بعد الاصداء اللي كانت رائعه على جماهير رياضيه اللي كانت حاضره تما، وخاصه جماهير اتحاد عنابه اللي معروفه ممكن كان الفريق في القسم الثالث تحضر ب 60 الف. انا راني ناكد لك باللي اليوم لا حديث يدور في ولايه عنابه ككل الا عن بدايه اقتناء تذاكر للمباريات اللي راح تكون ان شاء الله نهار الاربعاء هنايا في عنابه، الحديث راهو يدور وصول عن 50 60 الف، حابين يديروا تحدي انه الملعب يكون مقتضى عن اخره، راهي هنا لا حديث يدور غير على كيفيه شراء التذاكر وصنع احلى اجواء هنا، راهي في المعاقل هنايا الانصار في الاسره الرياضيه، راهي الناس كل راهي تحت هنايا رؤساء بلديات عنابه، مديري الشباب والرياضه، الجمعيات الفعاله، الدوليين السابقين، الرياضيين مش غير لاعبي كرة القدم، راهي حملات حشد الناس كل تعلمت الثقافة انه ياخذ العائلة تاعه وانه رياضي سابق ما يستناش غير الدعوة، هو قاعد في الدار الناس كل قال لك لازم نروح، وهذا كل انتيري تاع الجزائر، راح نقول لك بإذن الله هذه معلومة، راه يكون يمكن نهار الأربعاء إن شاء الله 50 ألف أو فوق في مدرجة ملعب 19 ماي. مجيد ضيف لهم اثنين، ضيف لهم جابر نعمون يعني 50 ألف متفرج، أضيف لهم اسم ثقيل في مواقع التواصل هو ضيف عزيز علينا من مصر الكابتن محمود إبراهيم. مرحبا بهم خونا نامون جابر ويعرف ملعب عنابه وسبق ونلعب في ملعب عنابه ولعب اتحاد عنابه، والاخ المصري ايضا رحبوا به والحاجه اللي راهو يقدم فيها عبر صفحات التواصل الاجتماعي راهي تشرف الجزائر وتشرف العلاقه الاخويه ما بين البلدين. شكرا. ضيف لهم رفيق وحيد والمتحدث. ربي يبارك له سي رفيق وحيد، انا كنت من المتابعين تاعو ديجا كنت نقرا ياسر المقاله تاعو وراني نتحيا هنايا من عنابه ولي كنت ايضا، وبارك الله فيكم كي تفكرتونا وناس عنابه مكرمين، ونتمنى انكم تشرفونا في مباراه من مباريات اللي راح تكون حاضرنا هنا.
شرف لينا. صحة وشرف لنا، سلمنا على الناس عندنا بالكرة ما اللي يعني حصل لي شرف وراحت عديد مرات خاصة في مباريات سابقة للمنتخب الجزائري، سلمنا على الناس عندنا بكثير. ان شاء الله خويا، وتحية للوطنية تي في. ما تنساوش باللي هنايا راه ما عندكم نسبة مشاهدة ومتابعة راهي كبيرة هنايا من عندنا، وكيتصلوا بيا الإخوة عن طريق اللاعب جابر النعمون اللي أنا أعتبره أخ وصديق. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، واي حاجه اللي راكم تحتاجوها هنايا في عنابه رانا في الخدمه.